وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة. أستاذ يوسف، في البداية دعني أرحب بك معنا في هذه النشرة. يعني جهود مصرية وتحركات سريعة وحثيثة من القيادة والدولة المصرية، رأيناها في مشهد عظيم، مشهد أمس في عودة المواطنين المصريين من الأراضي الأفغانية. كيف نستطيع أن نصف هذا المشهد وهذه الجهود في ظل عجز دول كبرى حتى الآن في استعادة جميع رعاياها من أفغانستان؟ يعني اولا يعني بهني على المصريين العاديين وباكستان على عودتهم كاملين، وده تاكيد لامرين. الامر الاول ان زي ما حضرتك قلتي ان مصر هي يعتبر الدوله الوحيده التي استطاعت الان ان تجلي جميع رعاياها من افغانستان رغم الاوضاع الموجوده هناك. وتابعنا على مدار الايام الماضيه دول كثيره، دول لها تواجد كبير في افغانستان وفي محيط افغانستان، لم تستطع ان تقوم بما قامت به الدوله المصريه بإجلاء كافة الرعاية. وده تأكيد مرة أخرى على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تول المصريين اهتمامهم سواء كانوا مقيمين في داخل أو في خارج مصر. الأمر الثاني أن لابد أن نضع هذا ما حدث أمس في السياق الاستراتيجية أو الفلسفة التي تبناها عبد الفتاح السيسي بالاهتمام المصريين. وما حدث هو كان استمرار سلسلة من رعاية المصريين في الخارج، وشفنا في بدايه ظهور كورونا في الصين كانت مصر هي الدوله الاولى التي استطاعت ان تجلي الرعايه المصريين من ووهان، مدينه ووهان، وما حدث ايضا مع الصيادين المصريين في اليمن وفي ليبيا، وحتى مع جائحه كورونا في تواجد عدد من المصريين في اوروبا وفي الولايات المتحده الامريكيه عندما ارادوا العوده الى مصر. سيرت الدوله المصريه الكثير من رحلات الطيران لتعيدهم الى مصر مره اخرى. كل هذا يؤكد ان مصر تسير وفق استراتيجيه وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم او تعتمد بشكل اساسي على الاهتمام بالمواطن المصري سواء كان موجود في الدوله المصريه او موجود خارج الحدود المصريه، وان الدوله المصريه تقف خلفه اينما كان واينما تواجد. نعم أستاذ يوسف، هذه الجهود وهذه المشاهد المتتالية التي تحدثت عنها الآن كيف تنعكس على التقدير للمواطن المصري اليوم في كل مكان في العالم أينما وجد؟ يعني عايز اقول لحضرتك حقيقة ان التقدير ده بنلمسه كثيرا من المواطنين المصريين للدوله المصريه، يعني في كل سفرياتنا وفي كل حتى مداخلاتنا مع المصريين الموجودين في الخارج نجد نلمس منهم تقدير كبير جدا لما تقوم به الدوله المصريه من جهود في تطوير الدوله المصريه من الداخل، في توفير كل الامكانيات المتاحه لديها لتطوير الدوله المصريه، بنيه تحتيه، انشاء فرص عمل، والكثير من الامور التي تحدث في مصر في الداخل. لكن اللي كان جديد بالنسبه للمصريين اللي بدا يلمسوه من سنوات من وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسه الجمهوريه ان الاهتمام زي ما قلت لحضرتك لم يقتصر فقط على المصريين في الداخل وانما امتد الى خارج الحدود، مما جعل الجاليات المصريه والابناء والمصريين المتواجدين في الخارج ان يشعروا بانهم ليسوا بعيدين عن الاهتمام المصري، هم بعيدون بسبب بعد المسافه لكن اجواء لكن قلوبهم وارتباطهم بالدوله المصريه مستمر. زي ما قلت لحضرتك ان ده كان موجود في حالات كثيره جدا تابعناها وشاهدناها على مدار الفتره الماضيه. يمكن راينا تغريدات وتعليقات واشادات كبيره من المواطنين المصريين تجاه ما حدث تحديدا امس من شكر وشعور بالفخر والامتنان للدوله المصريه، كيف استطاعت القياده المصريه ان تبني هذه الثقه مع المواطن المصري حتى نرى ما نراه اليوم؟ استطاعت ان تبني بمجموعه من العوامل التي تم انشائها خلال الفتره الماضيه. واحد مجموعه القوانين التي تم اصدارها تباعا سواء التصويت المصري في الخارج ان يكونوا فاعلين في العمليه السياسيه في اختيار النواب البرلمان في اختيار اعضاء مجلس الشيوخ في اختيار رئيس الجمهوريه. وده ما كانش موجود قبل كده، دلوقتي اصبحوا فاعلين واصبحوا عنصر فاعل وعنصر مهم ولهم ممثلين في البرلمان وبالتالي في مجلس النواب، وبالتالي هم يعني لم يصبحوا غائبين او مبتعدين عن الدوله المصريه وانما هم مشاركين في صناعه القرار السياسي، دي رقم واحد. الرقم الثاني زي ما حضرتك قلت ما حدث مثال له ما حدث امس بان ايا كان مكانك، ايا كان ما تتعرض له من او الدوله التي تتواجد بها من ازمات وظروف سياسيه او ظروف امنيه، فهذا لا يمنع الدوله المصريه بان تقوم ان تقف بجانبك وان تعيدك الى الدوله متى اردت ذلك. وده تحقق زي ما قلت لحضرتك على مدار الفترة الماضية في أحداث كثيرة في اليمن، في ليبيا، في الولايات المتحدة، في الصين، في أفغانستان وفي دول كثيرة كل هذه الأمور دعمت الثقة الكبيرة ما بين
المصريين في الداخل وفي الخارج والقياده السياسيه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما قلت لحضرتك ان النهارده احنا عندنا مش اقل من 6 مليون مصري يعملون في الخارج في دول الخليج ودول اوروبيه والولايات المتحده الامريكيه. التواصل مع هذه الجاليات مستمر والتواصل مع المصريين في الخارج مستمر. وشفنا كمان لو احنا بنتابع الفتره الماضيه المجهودات الكبيره بتقوم بها الدوله المصريه عن طريق وزاره الهجره عن طريق المؤتمرات عن مؤتمرات شباب مؤتمرات الابناء المصريين في الخارج اللي بيتم دعوتهم الى زياره مصر والجيل ابناء الجيل الثاني والجيل الثالث للمصريين المتواجدين في الخارج اللي بيتم دعوتهم لمصر لرؤيه ليروا ما يحدث من تطور في الدوله المصريه، بالتالي هم اصبحوا هم مكون وجزء اساسي مما يحدث في الدوله المصريه وشهود وشركاء في التطوير الذي يحدث. ده بيزيد الثقه صحيح المستمره ما بينهم وبين الدوله المصريه. عبر الهاتف استاذ يوسف ايوب رئيس تحرير جريده صوت الامه كنت معنا، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الرؤيه وهذه التفاصيل.